بنت حلال. وبعدين معاك بقى؟ وبعدين معاك بقى ايه؟ الحاج سيد الصني عزمنا على العشاء ومصينا بلغك، حابه تستنيني ونروح سوا ولا؟ الو مالك؟ بقول لك ايه؟ ما تعرفش فيلا سالم الجرحي فين؟ دي الغردقه كلها تعرفها. اتنقلت هناك ولا ايه؟ حاجه زي كده. حلو، اخلص بقى المقابله الرزله دي واوريك الفيلا في سكتنا، تمام؟ تمام. يلا. هستناك. انا طول عمري لا بحب الاستثناء ولا الواسطه، خصوصا في شغله الامن. لان اللي بيشتغل بيهم في شغلانتنا دي بيعمل ثغرات امنيه كبيره. واحنا شغلتنا تحقيق الامن والامان. طبعا يا باشا كلام زي الفل. بس. اما بالنسبه لكم بقى انتوا الثلاثه، لولا ان انا عارف اخلاصكم وقدراتكم العاليه في الشغل انا ما كنتش لغيت الجزا. بس لو اتكررت تاني هضيف الجزا القديم على الجديد. اتفضلوا. استنى انت. امورنا يا باشا. انت ايه حكايتك بقى بالظبط؟ كل شويه تكلم ابو العز بيه وتخليه يكلمني علشان يتوسط لك ارجعك الشغل تاني. اعمل حسابك. مالكش فرص تاني في المكان ده الا بشغلك وبس، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. ربنا يخليك لينا ويخليك للغردقه. وجبت بطاقتك ورقك والمصر وللامه العربيه. جبت ورقك؟ اه يا فندم. دي البطاقه وبقيه الورق كله يبقى عندك الصبح يا فندم. ابعتلي يا اكرم. افندم. اسف على الازعاج يا مهاني. حسونا بيبعت لحضرتك حاجه موصيني تشوفيها بنفسك. اشوفها فين؟ بره على باب الفيلا. ايه رايك يا هاني؟ حسونا بيه برضه استاذ ورئيس قسم. الو؟ ميرسي يا حسونا بيه. اغلى فنجان قهوه شربته في حياتي. ياه دي كبيره قوي. وايه ده يا اخوان؟ هي دي اللي كبيره. هم قالوا لي هدوك نصها كلها ولا ايه؟ مالك يا بنتي بتطلعي كده ليه؟ يلا يلا الراجل بيزمر الناس زمانها اتحنطت في البازار. يلا للفيلا تولع في وشنا. يلا نهار اسود. قلت اسال انا بقى يا عرب ما دام انت رحت وقلت ادولي. لا والله يا حاج سيد غصب عني، ما انت عارف الدنيا تلاهي وانا الدنيا مش سايباني في حالي. اصلا هتعزني قوي يا حاج. انت شفت بنفسك. اه شفت. يلا يا ولاد لقمه كده على ما اقص. يلا اتفضل. الله يخليك يا حاج. تسلم ايديك. اتفضلي. لا انا والشيف. اتفضلي. يلا يلا بدي ايديكم. دي بنتي وحدتي زي ما عرفتوا. مش عايزه تحس انها لوحدها بعد ما اموت. بسالوا عليها وعليا برضه. ايه اللي انت بتقوله حاج سيد ده بس؟ ربنا يديك الصحه وطولة العمر ويخليها لك. ولا ايه؟ اه طبعا. فكرتوني ببابي. اصل الحاج سيد كربونه من بابي، ما بيقومش من على سجاده الصلاه. ربانا انا واخواتي احسن تربيه. هو صحيح مش غني قوي بس علمنا ان الغنى غنى النفس. ده غير بقى يا حاج سيد اني اتعلمت منه الدقه، واني لما اعمل حاجه لازم اعملها بالسنتوفه ومظبوط عشان ما تمسكش قصدي عشان ما تتمسكش عليا غلطه. ده غير انه زرع الطموح فيا من صغري. يا حبيبي يا بابي. انا بقى ابويا ما عرفتوش غير لما مات. لما مات عرفت انه كنت يتيمه برضه وهو عايش. يمكن لو كان ليا اخوات ما كنتش هحس الاحساس ده. بس ساعات بقول مين عارف، لو كان ليا اخوات كانوا هيحبوني ويحتووني ولا هيقسوا عليا ويسيبوني مني للدنيا. هو ده بقى فرق التربيه يا حاج سيد. بابي بتاعها غير بابي بتاعي خالص. تصبح على خير. يا ريت. يا ريت ايه؟ يا ريت يبقى خير وانت من اهله.
هيا سيلي تعالي. ايه؟ خلاص نويت. حضرتي نفسك كويس؟ حاطة خطة معينة في دماغك؟ يعني على قد ما قدرت. انت عارف ان المعلومات قليلة قوي المرة دي. طب اقعدي. ايه هاني؟ مراد ابو الخير عندك؟ اه بعتهولي. لا دلوقتي عندي في المكتب. شكرا. قلت لهم ايه في البيت؟ لا ما هم خلاص بقوا متعودين على جناني. لما رجعت لهم اخر مره بعد تحقيق المخدرات امي ما بقتش مصدقه، كان ناقص تبلغ عني. وطبعا كدبتي عليهم عشان تطلعي المهمه دي. بصراحه يعني قلت لهم انك بعتني اعمل تحقيق عن السياحه بعد الثوره. ادخل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا مراد، ازيك؟ انا كنت عايز اطمن عليك. الحمد لله تمام. ها شغال على ايه يا بطل بقى دلوقتي؟ مصابي الثوره، الثوار امبلطجيه. تمام. طيب خلص وببلغني. حاضر، بعدين سحرتك. اتفضل. ده اللي حصل لمراد لما اتكشف في فيلا سالم الجرحي في الغردقه يوم راس السنه. لسه برضه مصممه تسافري؟ تصدق انا لو كان عندي لحظه تردد واحده قبل كده بعد اللي حصل لمراد، لو انطبقت السما على الارض انا مش هرجع من الغردقه غير وانا معايا فايل كامل عن سالم الجرحي. تصدق انك شرير وبتعرف تستفزني، تخليني اعمل اللي انت عايزه من غير ما تقول. خدي بالك من نفسك يا سالي. مش انا، خدي انت بالك من نفسك. بعد ما تخلص